اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم راح تكون معموله خصيصا، حلقه مخصصه من البدايه للنهايه عن الماكولات البحريه والسمك في البحرين. يلا أول وجبة في حلقة اليوم راح تكون الفطور، أو بالعادة إحنا بنبدأ جدولنا من الصبح من بدري، فدايماً بنبدأ بالفطور. بس كيف راح نفطر إذا إحنا يعني برنامجنا اليوم مخصص للسمك؟ لحسن الحظ إحنا في البحرين، هاي البلد أو هاي الجزيرة اللي كتير السمك والثقافة البحرية مأثرة فيها وفي ثقافتها وفي أكلها بشكل كبير. فعشان هيك عندنا أكلة اسمها المهياوة اللي هي داخل فيها السمك طريقة غريبة عجيبة مع أنها وجبة إفطور. وين رح ناكل المهياوة؟ هنا الحلو في الموضوع، رح ناكلها في مطعم البيت القديم، مطعم قديم جدا جدا وعريق جدا جدا ومحافظ على ستايله، على ستايل البيت البحريني التقليدي القديم. بدون كتر كلام، مطعم البيت القديم، ناكل المهياوة. يلا طيب الحين ندخل في المهياوة، هاي الشغلة الغريبة العجيبة اللي هي عبارة عن خبزة عجينة عادية بنحط عليها جبنة، بعدين بنحط عليها صوص المهياوة، بعدين بتتسكر. فاللعب كلياته الكلام كلياته في صوص المهياوة، مية سمك أو صوص السمك أو صلصة السمك ما بعرف إيش هي، بتنحط بين العجينتين وبعدين بتنرق، بترجع الفرن على الفرن الحجري طبعا، بعدين بتطلع لنا خبزة المهياوة. بدكم احكي بصراحة، انا على الوصف وعلى اللي شرحوا لي اياها مش كتير شجعوني عليها، لكن انا مش شايف اشي سيء في الموضوع، بالعكس شايف اشي زاكي. ما بتتخيل انه والله سمك وزفر سمك انا عجبتني. طرق استخدام وطبخ السمك هنا في البحرين بشكل عام، حتى في الخليج العربي كلياته، بتعتمد بشكل كتير كبير على العيوش اللي هو على الرز، زي المجبوس، مجبوس السمك بانواعه. لكن اللي احنا جايين ناكله الحين هو اشي شوي مش اشي مختلف، بالعكس هي طريقه اللي في كل العالم بسووها. ممكن نحكي الطريقه البديهيه لطبخ السمك هي يا اما مقلي يا اما مشوي يا اما مطبوخ او مشوي في الفرن. فهي الطرق اللي احنا طبعا كل الدول اعتقد بتسوي هاي الطرق، لكن باختلاف كل دوله حسب السمك اللي بيطلع من المياه اللي حواليها. حاس حالي استاذ جغرافيا وانا قاعد بحكي هالحكي، بس كل الفكره اللي بالموضوع انه بدنا ناكل سمك مشوي ومقلي وكذا قبل ما نفوت على المجبوس وعلى العيوش. عشان اوصل لاقوى الاماكن جايبني صديقي باسل، يعطيك العافيه. طبعا صديقي باسل عايش هنا في البحرين، صرنا باسلين ورايحين ناكل سمك، لا مش سمكتين، حناكلنا 8 9 سمكات إشي زي هيك. فوين المطعم اللي جايبني عليه؟ بيت الاسماك، ونفوت في السمك يلا. طيب كثير عندنا سمك، ايش عندنا هون؟ صافي مقلي، صافي مقلي، وعندنا سوبريم، سوبريم مشوي، وهذا اللي هو المفتوح وبحطوه بالفرن، وهذا المشوي على الفحم العادي، وهذا الهاموره، وهذه هاموره صغيره. طبعا اللي بيعرفني كويس واللي متابع حلقات منيح بيعرف قد ايه انا تغزلت بسمكه الهامور. حلاوه السمك الصغير انه ما بدوش يعني ما بده حراره كثير، بيستوي بسرعه، غير عن هيك ما بدوش منكهات كثير. يعني مثلا سلطان ابراهيم حلاوته مقلي زي هيك، هذا الصافي نفس الفكره هيك مقلي خلص شويه في الزيت طعمته نفسها زاكي. يعني هنا ممكن هنا نلعب لعبه الليمون. لية السمكه في بعض الاسماك سوبريم اعتقد واحده منها فيها لية قطعه لية زي اللية اللي بتطلع باللحمه. ايه على عالم السمك. أحلى إشي في الموضوع إنه كل هذا السمك اللي أكلناه سمك مشوي مقلي في الفرن، صح إنه سمك من الخليج وسمك اللي يعني اللي موجود بكثرة واستخدامه كتير في البحرين، لكن لسه ما دخلنا في استخدامات السمك اللي عن جد استخدامات سمك البحرينية الأصيلة اللي هي المجبوس وهاي الأشياء اللي بتنعمل بالرز. هذا هو بالضبط اللي إحنا رايحين له. فبعد ما خلصنا كمان 6-7 سمكات نروح نفتح صفحة جديدة، شابتر جديد في مطعم سمك جديد. اللي بعده حلقة اليوم عن المأكولات البحرية. ففي حلقة اليوم جايين على مطعم
أشهر من نار على العلم يا جماعة، مطعم تبريز ودقة ساعة مكبوس السمك. يلا فوت في السمك. بسم الله نبدأ بالمكبوس. المكبوس بس إيش عشان الواحد يكون في الصورة، المكبوس سمك بنطبخ بنعمل منه مرقة بطريقة معينة، بهارات معينة، يغلب عليها اللومي الناشف، بعدين بنعمل من هاي المرقة بنعمل الرز. الرز غير عن اللي بنعمل بمرقة الدجاج أو مرقة اللحمة، هذا المعمول بالسمك، وغير عن هيك طعمة السمك نفسها زاكي. السمك بيكون مشوح على النار، بعدين بنطبخ بكمل استوى تبعه من طبخ الرز. صالونة اللي ما بيعرفها هي مرقة شغلة المطبوخة فيها، يعني شغلة فيها مرقة، مثلا صالونة سمك هي سمك مطبوخ مع المرقة تبعته. نخلص اللي قدامنا هذا بسلام ونشوفكم في المكان اللي بعده. طيب، وبعد هذه الجولة البحرية من السمك والمأكولات البحرية في مملكة البحرين، جاء وقت المساء. وفي المساء إيش اللي بصير الواحد يحك عليه؟ إيش اللي بصير كتير أزكى من أي وقت تاني خلال اليوم؟ الحلويات. يعني هو الأكل أصلاً غلط في الليل، ليش الحلويات بتصير أزكى في الليل؟ ما بعرف، تصير تنادي على الواحد. المهم، على فكرة حلقات السمك اللي أنا سويتها قبل هيك، أو حتى لما أختم الحلقة بوجبة سمك، خلص ما بحلي بعديها، بعتبر السمك هو الحلويات، هو البقلاوة تبعت القعدة. عن جد السمك هيك شغلة بتفرح، لكن اليوم غير، خصوصا انه يعني الحلقة الماضية اللي سويناها في البحرين ما سوينا فيها حلويات، وعيب عيب الواحد يجي على البحرين ويسوي اكثر من حلقة بدون ما ياكل حلويات بحرينية. ولما نحكي حلويات بحرينية بنحكي عن مين؟ حسين شويطر. حلويات من سنة 1850، 168 سنة بيعمل حلويات. وهو احنا قاعدين في السيارة، احنا كلها في السيارة لأنه ما في قعدات جوا المكان، هو بس تيك اوي، الناس تاخدها تاكلها في بيوتها، تاخدها هدايا. بسم الله. شوف الخواط تبعها، قول له لول زي الجلو، هاي زي اللي وصف لي اياها قال لي كثير بتشبه الحلوى العماني، يمكن بتشبهها بالقوام لكن طعم مختلف كتير. ما بعرف اذا هي هاي بالذات ولا غيرها، لكن فعلا بتحس انه في نكهات، في اشياء مختلفه جدا 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 عن الحلوى العماني. نفس التكستشر، نفس القوام تبعها. واخيرا الرهش، رهش صح. 168 سنه من الابداع في في في, في ورده مزهريه، عبقريه عبقريه، حلاوه طحينه بس مش كتير حلوه. أنا سعيد جدا جدا بهاي الجولة، وسعيد جدا بالسمك، وسعيد جدا بالحلويات، وسعيد جدا بصديقي باسل، تعرفت عليه في البحرين بمحض الصدفة، ساعدني في المطاعم وفي الأماكن اللي أوصل لها. شكرا باسل، وخلصت حلقة اليوم. نشوفكم في حلقة جديدة، مكان جديد، وأكل جديد. تصبحوا على خير.